ممارسات الحشد في هذه المناطق لم تقتصر على ما شاهدتم قبل قليل. مزارعون ومربو أغنام وأبقار عبروا عن استيائهم من الرسوم التي يفرضها الحشد مقابل السماح بعبورهم في السيطرات، حيث تتراوح الأموال ما بين 500 دولار إلى 1000 دولار لكل سيارة تنقل بضائع، بالرغم من استحصالهم للأوراق الرسمية لنقل حلالهم كما يسمونه. فلنشاهد. شوفوا حلال العالم، بابا حلال العالم الصاير بيه هاي من ورا السيطرات. عدمة تشتكي هاي العالم، وين تروح؟ يلا شوف الحلال هذا جاي يصير بيه، هاي جاي يبقى هنا ويرجعون لبيوتهم ويباوعون على الحلال. هذا واحد من السواق يحكي، تفضل خوي. احنا مشكلتنا الناشد سيد عادل عبد المهدي والناشد هادي العامري انه يشوفون لنا صورة حل، لانه هذا حلالنا صار لنا 3 ايام بالسيطرات، لا اكل لا شرب. زين احنا شنو ذنبنا؟ هاي السيارة ياخذون عليها 5 اوراق، هاي الصغيرة الكبيرة ياخذون عليها 7 اوراق، زين هو حلالنا شو حصل حتى ياخذون 5 و7 اوراق و10 اوراق؟ يعني معناته هذا الكلام انه يقولون هذا بعد بيوتو بيبكم وسبتوا. نظل لا شغل ولا عمل. نروح للضباط، ضباط السيطرات يقولون انتم كتبكم سليمة. ما يصير هيك، هذا مو عمل هذا. انتم كتبكم سليمة تكسب هذه. واحنا ما نقدر نعبركم الا يجينا نداء، يجينا نداء. ابو سجاد، ابو سجاد شو اسمه؟ حمزة تلفان. زين حمزة تلفان احنا ليش ما خلينا نعبر؟ هاي كتب رسمية. هاي كتب رسمية. احنا حل العالم. رسمية. وهذا حلال الباقي يموت يفطس منهم. كل الكراوي يقطعوا من يمته. زين هاي السيارة يريد من عندها 5 اوراق. هاي السيارة يريد من عندها 7 اوراق، شنو يعني شنو هاي 7 اوراق؟ شنو ضريبة والله ما ضريبة علينا؟ نروح ونرجع نقعد بدوتنا. كراوينا شكلها هاي يقولون قاعد بدوتكم وسبتوا، ليش تقولوا لا ولا تشتغل ايش يقولون؟ وهاي السواق موجودة وهاي العمال. شنو عمال نتوسل وكاتل نرجع والعطش؟ ابو 3 ايام وابو يومين وابو 5 ايام. اصحاب عوائل احنا اصحاب جهال احنا. تفضل بابا على الحلال صورة اذا بين كذب. هسه كسائر قاتل 3 ريال. زين يموت له 3 ريال ويدفع 7 اوراق، منين يجيبها؟ إذن هكذا تتعامل الميليشيات مع المواطنين في العراق.